هذا يعطينا درسا، نحن لا نقول هذا نسرد الماضي من باب التشفي ولا من باب يعني مجرد هو التشنيع ولا كذا، نسرده للاعتبار لأن نعتبر لأن الأيام حبلى والمستقبل نراه أمامنا. فنحن الآن أهل غريان يستغيثون، لا تعيدوا الأخطاء مرة أخرى. أهل غريان، غريان كانت هي الجبهة الأولى، وكانت يعني هي يعني المكان اللي هو العدو يتمركز فيه، بفضل الله قهره وأخرجه منها، لكن ما زالت مهددة من جيرانها، والعدو يتمركز أحيانا في مناطق جيرانها من الأصابع والعربان ولا غيرهم من المناطق، وبلدي غريان يستنصر ويستغيث. فأقول للحكومة وللرئاسة ومجلس الدولة لكل من عنده سلطان وللمقاتلين ولألوية القادة والمناطق، لابد أن يهتموا بموضوع غريان ويدعموها ويسدوا الثغرات حتى لا يؤتوا مرة أخرى من قبل غريان ثم بعد ذلك يعضون أصابع الندم، وقد رأينا ما فعل بنا عندما بقي في غريان.